اخبار اليوم. ايوه اللي بشار لازم يتحكم. لا هو ممدوح عباس لازم يلعب درجه ثانيه كاس العالم. كلمه لفريقك يا ريس، كلمه لفريق اليد والجمهور نادي الزمالك. عايز اقول في الدوله، لو في دوله ممدوح عباس لازم يتحاكم، لان الفريق دوت بتاع كره اليد السنه اللي فاتت احنا مستلمينه بيعمل دوره طرديه عشان يبقى درجه ثانيه. النهارده بياخد بطوله افريقيا ويعلم الاهلي راح كاس العالم للانديه كاس الملك الجديد. لو انت عندك دم يا ممدوح عباس انت وانصارك اللي لسه موجودين في النادي ما تشوفش ليلتكم خالص. ده انجاز.